نادي الاهلي قدم استشكال النهارده لوقف تنفيذ الحكم الاداري للمحكمه الاداريه بحل مجلس الاداره بالامس. معي على الهاتف المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الاهلي. سياده المستشار، مساء الخير. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. الاستشكال اللي قدمتوه النهارده، هل بت فيه ولا متوقعين البت فيه امتى سياده المستشار؟ لا يا حبيبتك، ما فيش داعي بس دي النهارده يعني. لا طبعا بتقدم بعد كده، حضرتك بيتعرض على رئيس الدايره، رئيس المحكمه للمتابعه، وهو بيحدد جلسه حضرتك، يعني بيحدد جلسه لنظر الاشكال. طيب ممكن ده اسبوع اسبوعين حسب السيتويشن في المحكمه، يعني حسب الموقف، و يعني عارفه حضرتك انت عارفه زحمه كل الناس في المحاكم دلوقتي. طب ايه الاسباب يا فندم اللي انتوا وضعتوها في الاستشكال؟ بص حضرتك، هو في شؤون قانونيه في النادي هي اللي عملت الاشكال، انما انا هقول لك بايجاز شديد، يعني الاشكال ده بيقول المفروض ان يكون هناك جديد حدث من بعد صدور الحكم وحتى التنفيذ. الجديد ده لازم يكون مش مطروح قدام محكمه اول درجه اللي اصدرت الحكم عشان اوقف لك التنفيذ. خلينا بس احنا قدام حكم فلا يلغيه الا حكم. الحكم اللي صدر حضرتك بيقول ان هناك اجراءات معيبه في العمليه الانتخابيه اللي تمت على المجلس الحالي، اللي هو تم صدر قرار في حل المجلس. عايزين نوضح بس للساده المشاهدين حضرتك، ان هو مين المهيمن اساسا على العمليه الانتخابيه سواء في الجامعات العموميه للانديه او الاتحادات الوطنيه. المهيمن عليها حضرتك هي الجهه الاداريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه. فوزاره الشباب والرياضه هي المنوط ليها حضرتك ان هي تراجع الكشوف، وان هي تتاكد وتتيقن من ان الناس اللي مترشحين تنطبق عليهم الشروط الترشيح من عدمه، وهي اللي حضرتك بتجري الاقتراع على تصويت على اختيار المجلس، وهي حضرتك اللي بتعمل الفرق واللي هي حضرتك بتعلن النتيجه. فالنهارده ما تقدريش تقولي ان المجلس اخطا الحالي او المجلس السابق هو الاخطا، لا، لو هناك ثمه خطا حدث من في العمليه الانتخابيه فده مردوده ومرجعه حضرتك للجهه الاداريه وليس الأنديه. مين هيدير النادي حتى البت في الاستشكال؟ لا حضرتك النادي موجود لغايه لما حضرتك لما يفصل في الاشكال، يعني دلوقتي الاشكال ده هيقف التنفيذ. ايوه، حتى البت في الاشكال، مين اللي بيدير النادي دلوقتي؟ مجلس الاداره ولا المدير العام؟ لا يا فندم، لا، ما زال مجلس الاداره موجود، ما غلتش يد المجلس يا فندم. فين المجلس موجود لغايه لما يقضى في الاشكال. بشكرك سياده المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الاهلي. انا ما اعرفش موضوع المجلس موجود ده، المفروض انه في حكم قضائي ينفذ ويدير النادي مدير عام النادي حتى البت في الاستشكال.